في مقترحات بتقدم بس اتاخرنا شويه لانه في وجهات نظر كثيره ومتعدده، وطبعا برضو ده من الحاجات اللي يجب ان احنا نتلاشاها. ادام في اراده سياسيه جاده لتهيئه المناخ، يجب ان تاخد قوه الدفع كلها في اتجاه واحد، والا عمليه الصراعات اللي موجوده النهارده دي هتفرمل ممكن او تخوف من وضوح الرؤيه المستقبليه. النهارده سياده الرئيس اتكلم عن رؤيه مستقبليه لبناء مصر العصريه، بقت رساله للعالم، عاوزين نشوف النهارده مصر هتقدم ايه هي الرؤيه دي ومعالمها ايه، وهتقدم ايه من سياسات وتشجيعات عشان تخلي الناس يجوا يشاركوا في بناء الرؤيه الحديثه. النهارده التنافسيه في العالم كله واضحه، وكل دول العالم النهارده بتشجع على الاستثمار على اراضيها، وبتسن قوانين وتشريعات بتحفز الناس انها تروح لها. مناخ الاستثمار هو المناخ النهارده اللي كل واحد النهارده بيقدمه، وبيقدم كل معطياته، بيقدم كل مزاياه من تشريعات او قوانين او عماله او سوق او تمويل او استقرار امني وسياسي او حجم الاتفاقيات اللي موجوده مع دول الجوار او دول العالميه. كل ده باكج بيقدم النهارده. ان الاوان النهارده ان احنا نقول للعالم نحن جادون ونحن على التراك المضبوط، ان كل الشعب مع قيادته السياسيه بيؤازره وبيستاندنج معاه. وانا اعتقد الفتره اللي جايه دي هتشوف فيها قفزه كبيره جدا، انا متفائل جدا، وهتشوفوا قفزه كبيره جدا في الاستثمار في مصر، ومصر هتبدا تتغير وملامحها كلها هتتغير، والثقافه اللي موجوده النهارده واللي بيتكلموا كلهم هيتواروا كلهم، لان دول اعداء مصر، والشعب المصري عنيد مش هيسمع لحد من اعدائه انه يهزمه. لا، باذن الله تعالى هننتصر، وباذن الله تعالى هنهزم هؤلاء الخونه اللي عاوزين يدمروا مصر او بيشككوا في الامن اللي موجود. لا، قواتنا المسلحه قادره على ردعه، وباذن الله تعالى هتشوف مصر الجميله، مصر الامنه، مصر القريبه من قلوب العالم كلها ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله.